نقدر عندكم بنت حلوه محدش قادر عليها اسمها ايه؟ البنت كيتي. وهي فين دلوقتي على صراحه مع مين؟ في الحمام. هيعملها؟ هيعورها الاول. كده جدع ما استحملش اعرف الموس. ايه يا كيتي؟ مالك يا حبيبتي؟ فيك ايه يا روحي؟ كيتي؟ ازيك يا حي؟ ازيك يا حلا؟ في ايه يا حلا؟ في ايه؟ سايباني بقالك يومين ومطنشاني، مشغولة بمين غيري؟ كنت مشغولة مع طليقي. طليقك؟ ايه؟ هترجعوا لبعض ولا ايه؟ اولا قلت لك قبل كده ان احنا لسه بنتكلم عشان البنت، استنين لما تعرف الاول المصيبه اللي انا كنت فيها باحكم. ماشي، سمعيني سمعيني الحجه اللي انت لسه مالفاها قبل ما تخش عليا دلوقتي. يا يحيى، انا بنتي اتخطفت يوم ما جيت لك وسبتها في التمرين. ايه؟ اتخطفت ازاي؟ ومين ده اللي خطفها؟ واحد ابن حرام نصب عليا في فلوسي وبيهددني عشان ما طالبش بيها. طب والبنت ذنبها ايه انها تدخل في قصه قذره زي دي؟ معقوله لسه في ناس بالحقاره دي؟ ايوه لسه في. الراجل اللي انا بحكي لك عنه. ايه الراجل ده؟ وازاي بيصرف على بيته من مال حرام؟ تخيل. صدقني ولا لسه فاكر ان انا بضحك عليك؟ يا حلا صدقيني انا كل اللي كان فارق معايا ان انت ليه بعيده عني. انما بعد اللي انت حكيتيه ده خلاص براءة. يحيى انت بتصعب الامور عليا قوي، يعني الموضوع كده ما بقاش غيره، انت كده بتأيدني معاك. معلش يا حلا اعذريني، انا من كتر ما انا حابب الحدوته اللي ما بيني وما بينك ما ببقاش عايزها تنتهي، ببقى عايزها تفضل مكملة طول الوقت. وعلى فكرة لو عوزتي مني أي مساعدة عشان الراجل ده قوليلي بس، ده أنا أطلع لك السبتية كلها ميكروباصات ميكروباصات. شايلك للتقيلة. بقولك إيه؟ ما تيجي نقوم أوديكي مكان كده. هنروح فين؟ هوديكي حفلة. مساء الجمال والقمر والحلاوة والبغددة. وادي هاشم فينك؟ ما بتجيش، تقلان علينا ولا ايه؟ معلش يا ست نهواند، شوية مشاغل بس. ماشي يا بق، سيبك انت، جيت لي في وقتك. عارف البت عفيف؟ عارف؟ حامل يا اخويا اليومين دول وتعبانة بقى ومسهوكة ومش عارفة تعمل أي حاجة في حاجة. لا ألف سلام عليها. ما تولع ولا تغور في 60 داهية، أنت فكرك هي شغليني؟ أنا اللي يهمني في المكان ده شغلي وبس، عايزة منك خدمة. أموري. عايزك تجيب لي كده بت صغيرة وحلوة تمسك لي الشغل مكانها. وكم كده بنت لونه وصوتها ملمس مع ناس، يعني اتحرك لي الصاله وتشغلي الدنيا. من عينيا، طلبت موجود. اقول لك على حاجه، اعتبريها موجوده عندك من بكره. بجد؟ بص، عامه هي هتيجي كده مش هتعمل اي حاجه غير ان هي هتغني لي شويه ما بين الفواصل، ولا اكتر ولا اقل. يا ست الناس ولو عايزاها في اللي اكتر من كده، البنت حلوه هتسد معاكي في اي مكان. واقول لك على حاجه كمان، قول. هترضى باقل القليل، هترضى باي حاجه. بجد؟ طب هاتها لي على طول. من عينيا. تسلم لي عيوني. لعلمك البت كيتي دي غيتي، لما بكون متضايق ومخنوق قوي بروح ادور عليها هي بتغني فين واروح عشان اسمعها. يا سلام، طب ده انت على كده متضايق بقى؟ مش متضايق،
عاوزك تروقي، بحب اشوفك مبسوطه على طول. ربنا يخليك لي. معلش بقى، انت عارفه مشاكل الشغل. على فكره مدام حلا، ازيك يا مدام؟ اهلا، نورت. ميرسي. اهلا اهلا يا سلام. اتفضلي اتفضلي. على فكره يا كيتي، مدام حلا مبسوطه منك جدا. بجد والله العظيم. اه عاملين جو حلو قوي. ربنا يخليك يا مدام، انت اللي شرفتينا والله. ربنا يخليكي. مش يلا بقى يحيى؟ اه حاضر. معلش يا كيتي، طبعا ميرسي على الحفله الجميله دي، بس مدام حلا مش هتعرف تتاخر اكتر من كده. لا يا باشا، ده في اغنيه ثانيه والله يا مدام. معلش يا كيتي، اوعدك المره الجايه هنقعد براحتك ان شاء الله. طب بالاذن احنا نحضر للغدا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ها ما قلتليش ايه؟ حلوه كيتي؟ حلوه. مساء الخير. مساء النور. صباح الخير. وانتي من اهل؟ انتي من اهل وعزك. هو مش كتير كده يا حلا؟ هو ايه ده اللي انت بتعمليه؟ هو ايه اللي انا بعمله؟ هو انت اول مره بتشوفني بخرج؟ لا، اول مره اشوفك كده. كده ده اللي هو ايه؟ مش عارف يا حلا، بس حاسس متغيره. متغيره ازاي يعني؟ كل ده عشان راجعه مبسوطه شويه؟ مش طايق تشوفني مبسوطه يا اخي؟ بحاول اخرج من القرف اللي انا فيه. عايز نعمل ايه؟ ما تفهمني. جرى ايه يا حلا؟ في ايه؟ انت بتكلميني كده ليه؟ اعمل لك ايه؟ انت متضايق ان انا مبسوطه؟ هو انا لازم ارجع ابوس الشبرين؟ لا، المفروض تقولي لي كنت فين. تقصد ايه؟ ما اقصدش حاجه يا حلا، عايز اعرف كنت فين، وما تقوليش بقى انا اتخنقت فنزلت اتمشى. انا فعلا كنت مخنوقه ونزلت اتمشى. مش عارف يا حلا، انا حاسس اني ما اعرفكيش. تصبح على خير.
محدش هيقول لي امشي ولا يحسسني ان احسن مني في حاجة، عشان كلنا هنا من واحد متعرين كده هوت قدام بعض، محدش احسن من التاني. هنا اكيد هستريح، لكن هناك عذاب على الفاضي. منورنا يا باشا، منورنا قوي قوي قوي. اخيرا حنيت علينا وافتكرتنا. ازيك يا هوانت؟ الحمد لله كويس، بس زعلانه منك. ليه؟ هو انت كل فتره كده لازم تختفي وما تبانش؟ انا قلت انت نسيتنا خلاص. لا 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 لا، وانا اقدر انساكوا حبيبي، بس انا بتشيل وبتوه كده من حين لاخر يعني. يلا الحمد لله على السلامة، نورتنا يا باشا. يلا انبسط كده وهيص. أنا مبسوط أهو حبيبي. عن إذنك يا باشا. يا باشا أنا هو أنا هو. وحشتي لمبوحة. ازيك يا لمبوحة؟ وحشني يا باشا. وأنت كمان وحشاني. أمال فين الواد النادورجي بتاعك؟ أشرف؟ أه؟ عم يتلقح بيرقص. آه صحيح، الواد ده يبان جدع بس اتم شوية كده وبيقرفني بصراحة. والنبي يا باشا بيقرفني أنا كمان، بس أنت عايز الحق؟ الواد جدع. آه بس خلي بالك ما تخلوش يسيطر عليك يعني، عشان مستقبلك. هو أنا يا باشا في إيدي حاجة؟ أنا أرضيت ضميري، أنت حرة. طب قول لي أعمل إيه؟ ما ديك شايفه لازق لي في كل حتة. أيوة بس مش هلزال أنا كمان يا حبيبتي. تعالي يا روحي تعالي. يلا يا باشا. تعالي يا حبيبتي. يا حفلة يا لمبوح. ايه جرى؟ ايه يا اشرف؟ روح الباشا، انت مش شايفه تعبان؟ ايه يا ابني في ايه؟ انت داخل كده لاحم ولا دستور ولا سلام عليكم. لا مؤاخذة يا باشا، بس لمبوحة ما بيتوصلش حد. ولا اي حد يا قد. ايا كان. خش يا بنت كملي رأس. مش هتخش البنت تكمل رأس وهتروح. ايه رأيك؟ ايه ده؟ في ايه؟ مالك يا باشا؟ مين بس اللي معصبك؟ الافندي نسي نفسه. انا ماليش ادب يا باشا، انا بكلمك باحترام. لمبوحه ما بتروحش بيوت، ولا متفق معاك قبل كده يا هوانت، صح ولا ايه؟ اي اتفاق ممكن يتغير عادي، عشان خاطر عيون الباشا اي حاجه تحصل. خلاص خلاص يا ستي هوانت، انا داخله جوه ولا راحه ولا جايه. الله، هو انت اللي بتحددي انت رايحه فين وجايه منين؟ انا اللي اقول لك تعملي ايه؟ هو في ايه بالظبط يعني؟ معلش يا باشا معلش، انا اسفه، امسحها فيا المره دي. يلا تلاقي الغور انت وهي في 60 دهيه. يلا معلش يا باشا، والنبي ما يرضيني تمشي زعلان من عندي، ولا يحصل ولا يكون. انا هناديلك شيماء. يا شيماء تعالي. شيماء؟ لا الا شيماء. شيماء دي سببت لي في مصيبه واتقفشت انا وهي. لا 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 انا هروح لوحدي. متشكرين قوي. ليه يا باشا؟ صباح على خير. يا ام سارينا. يا اما راحت فين دي؟ ام سارينا. صباح الفل يا بابلي. صباح الفل يا باشمهندس سارينا. امك خرجت من الصبح وبتقول لك راحت المدرسه. انا امي راحت المدرسه؟ مدرسه دي؟ المدرسه اللي على اخر الشارع. عايز تروح تتاكد بنفسك روح بص عليها. بابلي انت بتصلح في البتاع ده من وانت صغير. ما هو البتاع ده مفيش منه دلوقتي. يا جدع بقى روح. ده الاصل. حضرتك الجماعه وصلوا يا دكتوره. يتفضلوا. شكرا يا ام سعيد. اتفضلوا. ازيك
صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. متاسفين على الازعاج. لا ابدا يا فندم، شرفتوا، اتفضلي يا فندم. شكرا. اتفضلوا، اهلا وسهلا. ميرسي. تشربوا ايه حضرتك؟ ولا اي حاجه، شكرا. طيب، عم سعيد قال ان حضرتك بتدوري على شقه في الزمالك، وقال انا كمان حضرتك محتاجه ناس تقدر الشقه. ولاد الاصول بيبان، ومفيش كلام. متشكره جدا، اصل ابني دخل كليه فنون جميله ومحتاجه شقه قريبه، اصلنا مقيمين في الامارات. اهلا وسهلا. بس حضرتك انا قدامي شهرين لحد ما اسافر، عندي شويه ترتيبات كده. انا تحت امرك يا دكتوره، ممكن بقى نتفرج على الشقه؟ اكيد يا فندم، اتفضلوا. السلام عليكم يا حاج. سلام ورحمه الله وبركاته. انا امي جوه. امك مين يا ابني؟ دي مدرسه اطفال ابتدائي مش للكبار. ايوه، يعني انا امي جوه اللي مش جوه. مدرسه؟ لا، انا امي بتشتغلش مدرسه. امك الفراشه الجديده الست مسارينه. انا امي جوه بتشتغل فراشه. دي ست محترمه يا ابني، المدير وافق لها على طول. طب ادخل لها يا حاج بعد اذنك. اتفضل يا ابني جوه. طب خد بالك من المكنه. حاضر. ليه كده يا ام سارينا؟ انت مش حامله غسل سجاجيد؟ انا حامله اي حاجه في الدنيا. غسل السجاده دي بخمسين جنيه، مش احنا اولى يا ابني؟ شكرا لحضرتك يا دكتورة، والله أنا كسبت صديقة النهاردة. ده أنا اللي اتشرفت يا فندم. يستأذن؟ اتفضل. شكرا. العفو، اتفضلوا، شرفتوا، مع ألف سلامة. مع السلامة يا فندم. مع السلامة. تعالي شوف بقى ترى دي هتشتغل ازاي. ادي الزرار الاولاني، وادي في زرار هنا، ودي لازم تطلع كده بالظبط. حط بقى الطياره في الارض. هاتي عشان اوريك تعملي ايه. الزرار ده اللي على الشمال هنطلعه لفوق بالشويش لغايه لما يلا ورينا هتعملي ايه.
حبيبة تعالي تعالي يلا تعالي نقعد وريها هتعملي ايه وانت جنبي هنا لفوق 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 ياما حرام عليك يعني بدل ما اريحك تتعبي انت يا واد يا عبيد ده المدير هيكتب لي عاد ويخليني موظفه ياما انا بتكلم على السجاد امال انا بنايه ليه ولا عايزين ارجع ابيع ترامادول ولا انت هتتلكك بقى ولا ايه وبعدين السجاد ده هيزود دخلنا واحنا محتاجين مصاريف يلا قوم ده اليخني زي العسل كان نفسي كيتي تدوقه كيتي ايه بقى ياما خلاص دي زمانها بتتعشى زبادي خلاط يا عيني هي الدكتورة بخيلة كده انت تعبت يا ياسر نفسي الاقيك يا امان انا مش عارف اتعامل مع الناس اللي بره دول خلاص اتعودت عليك انا كمان مش عارفه اتعامل مع اي حد فيهم معلش يا ياسر بس اول ما الاقي ولادي هرجع لك على طول امتى بس امتى احنا بقالنا مده طويله قوي بعاد عن بعض انا لازم الاقيك لازم انا بقالي سنين بدور على ولادي ولسه مش لاقياهم وانت زهقت من كام شهر بس اجمد شويه مش قادر هلا اوعي تتاخري زي المره اللي فاتت انا بقول لك اهو ما تخافش هتلاقيني في الميعاد بقول لك ايه انا هخش البيت اغير هدومي وهطلع عليكي على طول ماشي باي ايه الجو ده؟ هو في ايه؟ بحبك الله؟ لا في ايه بجد؟ انت النهارده ملكي انا وبس نسمة انا وحشتني نسمة يحيى نسمة انا عندي شغل انا جاي اغير هدومي ونازع على طول شغلك ده يا استاذ يستنى النهارده انا يا قاتل يا مقتول هو في ايه النهارده؟ لا اله الا الله. أنا وأنت النهارده بس يا يحيى. أنا وأنت وبس. والله. طب ما أنا ممكن أسيبك زعلانة وأروح على شغلي ولما أرجع أبقى صالحك وهنبقى برضو أنا وأنت وبس يا نسمة. إيه رأيك؟ أنت حر. بس لو عملت كده هتخسر النهارده ومش هتعرف تعوضه تاني. هو في ايه النهارده؟ أنا مش فاهم أنا، وفي حاجة أنا معرفهاش. كل سنة وحبيبي طيب وانتي طيب عقبال مليون سنة
اشتغل. ابنك لو دخل المزاد بتاع العربيات انا هبهدله. من النهارده خلاص. ابني مش هيقف قصادك، انا فهمته خلاص. ابنك سحب كراسه الشروط ودفع التامين، واللط ده انا هاخده يعني هاخده. انا خلاص اتفقت مع التجار على توزيعه. ايه؟ ابنك عايز يخرب بيتي؟ خلاص. يديله التامين وفوقه مرشين بدل مكسب المزاد. مرشين ايه يا معلم مالي؟ قرشين. امال هيسحب التأمين كده؟ لازم نديله قرشين نتحجج له بيهم عشان يخلع من المزاد. يا معلم مجدي لهجتك متغيره. اوعى الواد يكون ضحك عليك والا قسما برب العزه. لا زعلك وازعله. غير زعل. هات العرض بتاعك وانا هلخلخهولك. قوم. روح دور على ابنك في اي خرابه والصبح اسمع سمعك خير. ايوه بس انا مش هخسر حاجه. لا هتخسر. ايه رايك تخسر قرشين ولا تخسر ابنك؟ من غير تهديد هذا. انا من زمان قوي سايب لك الجمل بما حمل. ما تصغرنيش بقى. ده شاب وبيفرض طوله. ما فيهاش حاجه لما يخش مزاد ولا اتنين. على الاقل بيخزى عنك العين. قوم. قوم يا معلم مجدي خلاص ليلتك خلصت. الصبح نسحب التأمين بس بلاش الوش ده عشان احنا مش قده. رقم المريض مغلق أو غير متاح. اضغط رقم واحد لإنزال.